بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية عن اليوم الخميس الموافق الثاني من إبريل 2020، وهو اليوم السادس من الأسبوع السابع لفيروس الكورونا المستجد في جمهورية مصر العربية. بلغ إجمالي عدد إصابات اليوم 86 إصابة، ليصبح الإجمالي للإصابات في جمهورية مصر العربية 865 إصابة، بينما بلغ عدد وفيات اليوم 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 58 حالة وفاة. بلغ عدد الحالات التي تم شفائها نهائيا وخروجها 22 حالة اليوم، وبذلك يصل عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفيات العزل إلى 201 بنسبة شفاء حوالي 25%، وذلك من أصل 282 حالة تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية. بتحليل الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية ومقارنته بالوضع الوبائي ببعض دول الشرق الأوسط وبعض الدول التي تفشى بها المرض، تبين التالي: متوسط عدد الإصابات في مصر 7 إصابات لكل مليون مواطن، وما زال متوسط عدد الوفيات 4/10 لكل مليون مواطن، بينما بلغ متوسط عدد الإصابات ببعض دول الشرق الأوسط من 17 إلى 500 إصابة لكل مليون مواطن، وبلغ متوسط حالات الوفاة من حالة إلى 36 حالة لكل مليون مواطن. وتجاوز متوسط عدد الإصابات بالدول التي حدث فيها تفشي 2000 إصابة لكل مليون مواطن، وعدد الوفيات تجاوز 200 حالة وفاة لكل مليون مواطن. وما زالت الزيادات في الإصابات التي ترصدها جمهورية مصر العربية تتوافق مع المعدلات المتوقعة بالنسبة للزيادة الأسبوعية، وهي من أقل معدلات الإصابة عالميا بالمقارنة بعدد السكان. تقرر اليوم خلال اجتماع غرفة الأزمات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء أن يتم توزيع حوالي 1000 عيادة متنقلة على مواقع المشروعات القومية العملاقة والمناطق الصناعية، وذلك من أجل تقديم الخدمات الطبية لجميع العاملين بهذه المشروعات لضمان سلامتهم والحفاظ على استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى القيام بعمليات التطهير والتعقيم لهذه المواقع وتقديم التوعية بإجراءات وطرق الوقاية وتوفير صيدلية لصرف أدوية بعض الأمراض المزمنة. ووفقا لما تم رصده من قبل فرق الرصد والتقصي في وزارة الصحة، فقد تبين عدم الالتزام الكامل لبعض العائدين من الخارج والمخالطين للحالات الإيجابية بإجراءات العزل الذاتي لمدة 14 يوم، مما ساهم في زيادة عدد الإصابات اليومية. لذا أهيب بكافة القادمين من خارج جمهورية مصر العربية وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل الذاتي، والتي تم الإعلان عنها في بيانات إعلامية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان. كما أناشد كافة المواطنين بجمهورية مصر العربية وخاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وهي المحافظات التي يغلب عليها الطابع الحضري ويصعب عزل أي من أحيائها، الالتزام بالعزل الذاتي وعدم المخالطة مما يساهم في تقليل عدد الإصابات اليومية. العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك. أشكركم.